في الدنيا دي قدر، ممكن تبقي ماشيه ونازله من بيتك رايحه مكان وبيحصل حاجه تانيه بتغير بروجرام حياتك كله. المصرية معروف إنها بألف راجل، ولما تحط حاجة في دماغها مش هتسكت إلا لما تحققها. ولو حبينا نوثق جدعانة الست المصرية مش هنحطها في كتاب، ده احنا هنحطها في مجلدات. وأول حكاية هنحطها حكاية الست شيماء. ست شيماء منورانا في أهالينا. الله يخليك، تفضلي زي حضرتك. ربنا يخليكي. عرفي أهالينا في البيوت مين هي الست شيماء. أنا اسمي أم يوسف، صاحبة تحف وأنتيكات، وصاحبة الافتكاسات كلها الحمد لله. أيوة. احكي لي الاول، باباكي منين؟ باباكي ومامتك منين؟ من الجيزه، من عند الرمد كده. انت بقى وانت صغيره عايزه تروحي المدرسه زيك زي الجيران. ايوه. احكي بقى اللي حصل. هو انا كنت نفسي ان انا اكمل تعليمي، فانا كنت الكبيره لوالدتي، وكانت والدتي تعبانه شويه، فكنت كل ما انزل اروح المدرسه بابا كان يقول لي لا خلاص انت خلي بالك من مامتك واخواتك. كنت في سنه كام بقى ساعتها؟ كنت في ثالثه ابتدائي. كنت طالعه كمان من الاوائل الحمد لله، ودوني الكتب كمان هديه. فكنت نفسي ان انا اكمل تعليمي، ونفسي ان انا اعرف اقرا انجليزي وابقى الحمد لله. المهم يعني فحاولت، بابا رفض، ورفض بشده، وكان زعلان مني. بشده ايه؟ احنا بتهرب من المدرسه. لا، انت بابا كنت كان بتزوقني بيجيبني. من البيت بتروح المدرسه كان بيجيبك كنت من بقوم شعرك. الصبح الساعه 6 هو نايمين، كنت اروح مثلا او 5 الصبح اقوم على 6 7 كده، كنت اروح المدرسه كانت في حته بينها عن بيتنا. فكنت اروح، وبعد ما اروح ابص الاقيه في الفسحه كده، عشان قلت لك، قلت له معلش يا بابا عشان خاطر كانت الامل عايزاني، يقول لي طب يلا. فهو كان برضو غصب عنه عشان خاطر كان مفيش كان حد جنب ماما. طيب انت عندك اخوات بنات تانيين؟ عندي بس اصغر مني. طب اللي اصغر منك دول باباكي سمح لهم يدرسوا؟ اه سمح لهم. اشمعنى انت بقى؟ هو كان مشكلته بس انا عايز حد جنب ماما. تمام. بس هو يعني كان ماما ما شاء الله، يعني كانت الله يديها الصحه والعافيه يا رب. هي كانت عامله عمليه الغده مفتوحه من رقبتها، فتحه جامده جدا. وكان معايا اتنين صغيرين كمان، اخواتي صغيرين. فكان هو مش مفيش حد جنبه ان يخلي باله منه. فهو مش وحش الله يرحمه، بس هي يعني غصب. تمام. فانا كان نفسي اكمل، بقيت لما كبرت بقى شويه رحت محو اميه، خدتها مرتين الشهاده، عشان انا كل ما اروح يقولي انت شاطره مش عارفه ايه، كانوا يمشوني انت بتعرفي تقري، احنا بنعلم الناس. ففضلت بقى عافر. بس استني الاول، بس ناخدها خطوه خطوه. تتجوزي وانت عندك 13 سنه؟ عصفورتك وحشه. طيب مش ايه فتانه؟ ايوه. لا هو الحمد لله كان، بس يعني هي كل حياتنا في الدنيا دي قدر. طبعا ممكن تبقي ماشيه ونازله من بيتك رايحه مكان وبيحصل حاجه الدنيا بتغير بروجرام حياتك كله. طب رجعتي بيت باباكي؟ قعدت 5 سنين بقى. اه. طب ما فكرتيش في ال5 سنين دول تدخلي مدارس؟ ما حتى هو لو كملت بس محو اميه. محو اميه ما ينفعش. اه كملت محو اميه، خدتها مره واتنين، وكل ما اخدها اقول انت خدتيها. كان نفسي ان انا اكمل اعدادي وحاجات زي كده. تمام. فما عرفتش ان انا اوصل لحاجه زي كده. طيب اتجوزتي وبعدين بقى؟ خلفت الاء وبعديها عبد، وخلفت بقى اولادي والحمد لله. هو كانت ظروف كانت صعبه برضه، كنت انا بفضل برضه انخرب كده. بس انت معاكي ولد من الجوازه الاولانيه؟ ايوه. تمام. وخدتيه هم 5 بقى ما شاء الله. الولد ده كبر في بيت والدي. اه. بس لحد دلوقتي والله برضه في بيت والدي، ما مشيش من بيت والدي. آه. واتجوز وخلف في بيت والدي. لا ده محمد الكبير، اتجوز وخلف في بيت والدي. ما شاء الله. طيب لما ربنا قسم لك تاني ان يبقى ليكي بيت واولاد، فكرتي في ايه بقى في طموحك الشخصي اللي انت كنت نسيتيه؟ لا فكرت، وبقيت يعني بقيت اتكلم مع جيراني، اقول لهم انا ممكن اعمل لك اغير لك المطبخ بشكله بتوابله بحاجات كده. انا عايزاكي تقولي لي اكتشفتي في نفسك موهبه الاشغال اليدويه دي ازاي؟ كنت ساكنه في مكان، وكان مكان صغير، كان يعني اوضه وصاله بس صغيرين، او اوضتين وصاله صغيرين. فكنت لما بروح عند جيراني او صحابي بلاقي ما شاء الله شعرهم حلوه، بس هم مش عاملين النظام بتاعها حلو. فكنت بتضايق وافضل اتعصب، طب سيبيني. تقولي لا، طب سيبيني اغير لك النظام خالص. فبدات بقى معايا من هنا، بقيت امسك مثلا مطبخ اعمله زي كنت بتفرج على الافلام التركي اللي هي المدبلاج ديت، والحاجات بينك، لون المطبخ لون ده لون ده،
فمن هنا بقت تطلع بقى اجيب كنبه اقصها واعملها ركنه عشان منها قاعده ومنها نوم، امسك سرير مثلا اروح اقصاه واروح عاملاه، بروح ماسكه الانتري بتاعها، كان عندي انتري ونفسي اجيب له فرش، فقدرت اجيب فرش ما قدرتش افصله. رحت بقيت اقيس وافصل القماش بتاع الانتري وعملت الحمد لله. من هنا بقيت بقى كل شويه اطلع حاجات بقى، اجيب علب لبن واعملها اختراعات فنادين، حصاله اعملها مثلا المعالق وفيها اجزاء كده مفرغه منها، بس بقيت اعمل بقى بدات من الحاجات دي. طيب ده كنت بتعمليه كهوايه لاصحابك؟ لا، وكان برضو صراحه كنت بكسب منه تمام لاصحابي كانوا. بعد كده بدات اعمل بقى الشغل دوت، بقيت برضو بقى يعني بقى يوسع علينا ولادي شويه، بقيت انزله مثلا لحد احسن يفهم الكلام ده يفرحوا بيه، حد غير منطقتي مثلا. طيب جوزك اتوفى من قد ايه وانت ابتديتي الشغل ده، وهو عايش ولا بعد وفاته؟ لا، من واحنا زمان يعني. كان لسه موجود. هو كان بيشتغل ايه؟ كان عامل. عامل يعني مالوش معاش؟ مالوش. لا الحمد لله ليه، وابن عمه كان متامن عليه. تمام. يعني مش الاحتياج المادي بس هو اللي نزلك تشتغل؟ لا انا بحب ده. هو ما كانش بخيالي في حاجه، كان هو ظروفه على قدها، ما كانش بيحبني من حاجه، بس فكنا زي اي ست بتحاول ان هي تظبط بيتها، والدنيا كانت مش كويسه معانا، وحاولنا والحمد لله. يعني الواحد بيقابل مصاعب كتيره، ما فيش حد ما تعبش في حياته، ان ربنا سبحانه خلينا في كبد، فلازم نتعب ولازم نتعب عشان نحس بالحاجه الحلوه. كويس. يعني انا لو انا تعبت ورحت مدرسه وتعلمت فيها الشغل بتاعي ودرست وخسرت وكسبت، هاي كنت جيت نورتيني وشرفتيني؟ لا طبعا. فلازم يكون بعد التعب ده حاجه حلوه، ولازم نتعب عشان نشوف الحلو. قررت ان انت الهوايه بتاعتك تدرسيها بشكل احترافي علشان تبقى مصدر رزقك. احكي لي على الكورس اللي خدتيه. رحت مدرسه خان، كان ماسكها اللواء احمد عندنا في الضرب الاحمر هنا. رحت قدمت فيها من اكثر من 4 سنين و3 سنين. قدمت فيها كنت شغاله الصبح في نادي عامله، كنت يعني بوافق النادي كان الساعه 4، وكنت الصبح بتعلم في شركه خان ديت، بتعلم منها الصبح من الساعه 9 للساعه 1:30. تعلمي ايه بقى؟ التحف والانتيكات اللي هي البوليستر، اللي هي يعتبر نهايه التصنيع بتبقى بورسلين بس. ورحت كمل اول هو 19 او سنه بالظبط، انا رحت قعدت فيها سنه. اول شهر الحمد لله كنت طلعت شغل ما شاء الله، وقيت الاقصر واسوان والناس اللي هم هناك عارفيني قالوا لي يا شيماء هتبقى معاكي كويسه، هتبقى معاكي حلو بس. والحمد لله اشتغلت فيها اتعلمتها اكتر، وبعمل دلوقتي فورم، بصنع الفورم ذات نفسها وبصبها وخلاص بقى. في الفصول طيبين في رمضان خلاص على الابواب. انت طيب. فانا خلصت شغلي بقى كله. فاللي هي التحف والانتيكات دي اتعلمتها، خدت شهاده تقدير، جبتهم يوم مجاني. انا رحت عملت معاهم يعني زي ورشه كده للستات، عشان نزلت على الفيسبوك اي حد عايز يتعلم مجاني انا تحت امره. تمام. فطلبوني قالوا لي بس احنا ايه مش بنعرف نخرج من بلدنا. رحت وعلمتهم ان هم يعملوا كمان ايد للمج وكده، حاجات كده حلوه ان شاء الله. بس ف قبل اي حاجه بشتغل على نفسي وعلى اولادي، ودايما بحاول احل ايامي واحل بيتي واحل دنيتي. فانا يعتبر خلاص يعني موسم بتاع رمضان بالنسبه لي خلص. خلص بالنسبه لي انا. انا عندي موسم رمضان 2. اول حاجه التصنيع، فده بيقف عند شهر معين. تمام. يعني شعبان بكون خلاص الشغل مخلصاه ومستنيه بقى حياتك وغيرك وغيرك يتبيع. فهو ده بالنسبه لي خلص، اللي هو منتج خلص اللي هو كتصنيع. كتصنيع خلاص خلص. طب خلينا قبل ما نوصل للوقت الحالي، انت خدتي الورشه لمده سنه، خدتي القرار ان انت تفتحي المحل ده امتى وازاي؟ قبل السنه ما تخلص. تمام. فخدت الورشه والمحل، كان ساعتها ب 1000 جنيه من 2 أو 3 سنين بالظبط. وبقى كل يقول لي انت لاقي تاكلي شحاته، هتدفعي ايجار حتى مامتي وكل واصحابي وجيراني، انت معاشك كله 1500، هتجيبي منين ولا تعملي ايه؟ قلت لهم معلش ربنا يفرج، عندي امل في الله. وبقيت احاول انزل شغلي، اعمل لك حاجه حلوه تعجبك في بيتك، اقول لك طب بصي جربيها بقى تعمل حاجات خرز مع الشغل دوت، زي مثلا حاجات للحمام، ديكور للحمام. وعرفنا كمان ان انت كنت بتعملي اكلات وتبيعيها من البيت. ايوه كنت بظبطها فوق واحضرها فوق. في العصفوره دي. في العصفوره. احضرها فوق، وبعد ما احضرها فوق انزل بيها هنا احطها
وابيعها واروح للورش. انت بتعملي ايه؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا جه في يوم والله العظيم انا ما بكذب، جه في يوم كان مش يعني بص مش معانا حتى جنيه، وانا افتكرت ان انا عندي كرومبايه في البيت، مسكتها اول بقى حاجه مسكتها واقوم ظبطتها ولفتها ورحت لبتاع القوطه قلت له انا عايزه 2 كيلو قوطه وحاسبك بعدين. قال لي عينيا ليك يا ام يوسف، اداني القوطه بالخضره، طلعت عملت حله المحشي قد كده وجبت اطباق ب5 جنيه كتير قوي الاطباق وعملتها وخدتها ورحت الحسين والازهر وخان الخليلي والعتبه لحد ما ربنا كرمني وبعتها كلها. انا مش بتخرج من الكلام ده، لا طبعا ده سعي، انا ما عملتش حاجه غلط غير ان انا سعيد. يا نهار ابيض انت بتتشالي على الراس. ربنا يخليك. اعمل البصاره او اعمل العدس اعمل المكرونه واروح الف بيهم عشان بيتي يبقى مسطور عشان ما اقفلش المكان ده. ان ده حلم حياتي، انا نفسي ابني واحفادي واحفاد احفادي يورثوا مني حاجه ليها قيمه. لان الورث الفلوس بيتخانقوا عليه. اه طبعا. اللي ورث موبايل بيتخانق عليه، انا نفسي واحفادي يتخانقوا على صنعتي وحرفتي وكل الحاجات اللي جوايا جميله. طيب. فانا كنت في عز ده كله بنزل في البرد وفي الحر واقعد 5-6 ساعات. لو اقول لك ان الناس اكنهم بيشحت منهم الفلوس. وبقيت اعمل ده اني بعمل هنا كبده ومكرونه وسجق، بفضل اعمل نص كيلو ما بيفضل بقى ايه فين وفين اللي بياخد، بروح مغديه يعني بقول الحمد لله جبت حق الوجبه واهم حاجه يعني كده. لحد ما خلاص بقى قررت يعني السنه دي يعني انا كنت برضه زلابيه. فقررت ان انا السنه دي ابدا الشتاء لان خلاص انا خلصت زي ما قلت لك الشغل بتاع الموسم بتاعي. عملت بقى زلابيه وصوبيا مزه والفشار وحاجات كده كتير حطها بره، عملت حتى عربيه بيجي خشب قديمه انا عندي خشب ظبطته وعملت عربيه. وصحفي والله كتب لي عليها افتكاسات ام يوسف. انا لسه كنت اقول لك ايه بقى السر ورا افتكاسات ام يوسف؟ عشان كل يوم بخترع حاجه. بتعافري مع الدنيا يا شيماء؟ كتير والله الحمد لله. حاسه ان انت هتقفي لها عشان تاخدي حقك بايدك؟ لا ان شاء الله الدنيا اللي هي تجيب لي حق الحد عندي واخده منها كمان ربنا ونعم بالله. طيب برضو بجمله ان انت ست تتشالي على الراس وبتعافري وبتسعي. اتفضلي قولي عصفور تاني. هقول لك اهو العصفوره قالت لي ان انت حلم حياتك تدرسي في الجامعه. ايه الموضوع ده؟ حلم حياتي ادرس في الجامعه لان في دكتور جه عندنا في المشروع هناك اللي انا كنت بتعلم فيه وكانش طايق حد، مش طايق حد قد انا بالذات، مش طايق انا اكتر واحده فيه. ليه؟ هو مفيش جنبي، انت بتموتي جوه جوزي. وكان خايف ما قال انا كبير انا هموت، كان اسمه دكتور محمد. في فنون جميله او هو في علم النحت. فقال لي ده بنتي بتشتغلي بتعلميها ليه؟ قلت له نفسي ان انا اكون بجد حد فنان. ما قدرتش انفذها بالقلم والكراسه، بس انا نفسي في ده. بالموهبه. ساب كله وخلاني انا الوحيده اللي نحت زحلفت، قلت له والله ما هعرف. قال لي هتعمليها وما عملتهاش هعلقك، شايفه دقنك ده كله هعلقك. قلت له حاضر، راح جاب لي الحاجه وفعلا نحت الزحلفه. فانا نفسي ادرس في الجامعه ونفسي ادرس في الحياه الثقه في الله ثم في نفسك. ثم كل واحد فينا عنده حاجه يطلعها. نفسي اكون سبب لفتح بيوت ناس كتيره قوي زي ما انا كنت محتاجه للقرش ومش معايا حتى اجيب العيش. فنفسي فانا عارفه في ناس كتيره جدا مقفول عليها بيوتهم مش لاقيين حتى ياكل. فانا نفسي اعلم ناس يعملوا في البيوت وهم قاعدين. لو عمل الجبس بتوع حضانه، لو عمل اي مشروع، لو اتحدوا وعملوا حاجه حلوه مع بعض، جمعيه مع بعضيهم وخدوا من ده وادوا لده، الدنيا هتبقى احلى. اه والله انا عن نفسي باخد لله من الناس. فباخد انا حاجه مش نافعاني باخدها باكويها وبطلعها برضو الناس تاني. بيقولوا لي تسلم ايديك انت جايبه، اقول لهم لا ليه جايين بابا الله؟ ليه مش تنفعني؟ عارفه تنفع فلان عنده غيري وعندي وعندي. ففي القصه كلنا بناخد من ربنا. طبعا. فاحنا نحل ايامنا، هنفضل نقول اصل ما عرفناش نجيب، اصل مش لاقيين فلوس، ما معندش مش لاقي. بس الرضا لمن يرضى. وبتمنى فعلا الكلام حياتك كده حياة ربنا يكرمني ادرس حتى لو في مدرسه او في حضانه. لا هو ولا مدرسه ولا حضانه، انت المفروض تعلمي الرجاله قبل الستات الرضا والمثابره والاصرار والطموح. شيماء انت ست ب 100 راجل. شكرا. يعني انت جده وانت عندك 38 سنه، انت في انسات من سنك لسه ما اتجوزوش. الحمد لله. فانت ما شاء الله عليكي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليكي باهم نعمه مش موجوده عند ناس معاهم ملايين، الصبر والرضا. الحمد لله. دايما راضيه بحالك مع طموحك الشديد. الحمد لله. وانا على يقين والله يا شيماء ان في وقت قصير قوي
هجيلك تاني وانت عندك ورشه كبيره او سنتر كبير، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى نياتكم ترزقون، وانت نيتك زي الفل. الحمد لله رب العالمين، ربنا يديني على قد نيتي وهقد كل اللي حواليا. اللهم امين. انا كان ليا الشرف ان انت نورتيني في اهالينا، لان انت نموذج وقدوه لازم بنات مصر كلها تسمعها. ربنا يخليك، نورتينا يا شيماء في اهالينا، وكل سنه وانت طيبه.